السلام عليكم. نكمل حالا من كتاب المعاصر صف ثالث الاعدادي صفحه 32 General Exercises على Lessons 1 and 2 من Unit 1. اول حاجه المحادثه بين حمزه is asking Ali about the sports center. حمزه بيسال علي عن المركز الرياضي. حمزه بيقول له hello, is the sports center near from here؟ مرحبا، هل المركز الرياضي قريب من هنا؟ hello، علي هيقول له hello yes، نعم. It's a 5 minutes walk، حوالي 5 دقايق مشي. هيقول له سؤال، هيقول له yes walk along this road، it's opposite the bank، نعم امشي بطول هذا الطريق، انه في مقابل البنك. يبقى هل يمكنك ان تقول لي كيف اذهب مثلا؟ ممكن حاجة تانية، ممكن اقول له is it far، هل هو بعيد؟ ممكن اقول له can you tell me how to get there، ممكن تقول لي ازاي اوصل هناك. فقال له yes walk along this road it's opposite the bank. بعد كده قال له حاجة، قال له I play tennis what about you، انا بلعب تنس طب وانت؟ يبقى هنا السؤال، ما الرياضة المفضلة لديك او بماذا تلعب؟ يبقى what do you play، ماذا تلعب؟ فقال له I play tennis what about you، انا بلعب. هيقول له بقى حاجة، فقال له swimming is nice، يرد عليه هو كده قال له انا بحب او انا بلعب السباحة، او I go swimming او I like swimming، يبقى I like swimming، انا بحب السباحة. تمام، هي طبعا الرياضات الاخرى ان جي بستخدمها go، فممكن نقول I go swimming، انا بذهب للسباحة. Swimming is a nice sport، swimming هي رياضة رائعة. When do you go there، انت بتروح امتى؟ فقال له حاجة، قال له great، عظيم. Next Monday I will be at the club، الاثنين اللي جاي انا هكون في النادي. يبقى هو هيقول له انا بروح يوم الاثنين، ممكن اقول له on Mondays، في ايام الاثنين. بالنسبة للأسئلة الاختيارية، السؤال الأول we had a nice meal at this، هتبقى restaurant last week، احنا تناولنا وجبة رائعة في هذا المطعم الجمعة الأسبوع الماضي. السؤال الثاني my father often goes to his village because it is an odd place، يبقى peaceful place، أبي بيذهب إلى هذه إلى قريته لأنها مكان هادي. السؤال الثالث space is a large area of water with land around it، يبقى ليك، البحيرة هي مكان كبير من المياه، أرض حواليها من جميع الجهات. السؤال الرابع منار is interested، هتبقى in watching English movies، منار بتهتم بمشاهدة الأفلام الإنجليزية. السؤال الخامس the coffee is on the corner، كورنر بيجي بعدها حرف الجر off. السؤال السادس there are lots of things to do there، في حاجات كتير تقدر تعملها here، آسف to do here especially at the weekend، خاصة في نهاية الأسبوع. هكذا السؤال السابع you can see trees and other interesting plants at Auran، هتبقى botanical garden، انت تقدر تشوف أشجار ونباتات شيقة في الحدائق النباتية. السؤال الثامن the train leaves space 7 tomorrow، يبقى 7 tomorrow، القطار يغادر الساعة 7 غدا، استخدمت ات عشان ديت ساعات او وقت محدد. السؤال التاسع my birthday is the 17th June، عيد ميلادي في 17 من يونيو، يبقى اون عشان ده يوم في الشهر. السؤال العاشر the train leaves space 5 minutes، يبقى ان 5 minutes، القطار يغادر في خلال 5 دقائق، استخدمت ان بمعنى خلال عشان جاي بعديها رقم ثم وقت. بالنسبة لي أكمل فيل I like complete the next words from the list، أكمل هذه القطعة من الكلمات الموجودة في القائمة دي. I like إسماعيلية، أنا بحب إسماعيلية. It's a نقط city، هتبقى peaceful city، مدينة هادئة. There are lots of things to do، في حاجات كتير تقدر تعملها especially خاصة at the، هتبقى at the weekend، في نهاية الأسبوع. On Friday afternoons، في يوم الجمعة بعد الظهر. I often go to، أنا بروح فين؟ تمساح، يبقى ليك تمساح، بحيرة تمساح. With my family it's a beautiful lake with، هتبقى with beaches around it، إنها بحيرة جميلة مع شواطئ حولها. بالنسبة هنا صحح الكلمات.
I live, I live on a small village. I live in. أنا بعيش في قرية صغيرة. يبقى بدل on تبقى in. Judy goes to the sports center of the afternoon. لا هتبقى in the afternoon. أجزاء من أجزاء اليوم تاخد in. I have tennis lessons at 9 a.m. الساعة 9 الصبح عندي درس أو حصة تنس يبقى at عشان ده وقت محدد. السؤال الرابع the shopping center is opposite to طالما في تو يبقى next هنا. بالنسبة هنا الاختيارات برضو I live in ولا on a small village هتبقى in بس علينا فوق. نجوى usually visits her grandparents in ولا at the weekend يبقى at the weekend في نهاية الأسبوع أو عطلة نهاية الأسبوع. You can't hear any traffic here. It is very peaceful. No, مكان مسالم.